كلما اتسع المعنى ضاقت العبارة. تقف الحروف عاجزة عن التعبير عما يدور في خلدنا، فيكون الصمت هو الخيار الأفضل. سأروي لكما ما يستحق أن يروى من قصتي مع علي، فالذاكرة تسخر بالأحداث التي لا تستحق أن تروى. لن أحدثكما عن الصراعات السياسية التي حدثت إبان تلك المرحلة، فذاك شأن الناس مذ خلقوا. ولن أحدثكم عن علاقة علي بملك مرسية أو عمله في بلاطه كحاجب أو وزير،
ذاك حديث لا يستحق الذكر ولا يطرق قلب سامعيه. سأروي لكما قصة سكنت القلب قبل أن تسكن الذاكرة. قبل 70 عاما كنت حبيسة السجن الكبير في مملكة أراغون. لا أريد أن أموت. لكنك تستحقين الموت. لقد قتلت 3 رجال أبرياء، لا ذنب لهم. لقد كانوا يستحقون الموت. لن أخوض في هذا. لقد حكم عليك القاضي بالموت وانتهت المحاكمة. وهل هذه غرفة الموت؟ بل غرفة الحياة. غرفة الحياة. بينما كنت أراجع أوراقك كي أرسلك إلى غرفة الموت، لفت انتباهي كلمة كتبها القاضي. اسمعي، أريدك أن تسمعي. حكم على كرونيكا بالموت لأنها قتلت 3 رجال شجعان بسلاح ناعم. وحين بحثت عن هذا السلاح الناعم وجدته عندك. الحب، كنت تغزلين شباك العاشقة حتى يقع الرجل في شباك الموت وتجيزين عليه. لا غرابة في هذا. هذا الجسد يستطيع تحطيم قلوب الرجال وإشعال النار فيها دون أن تنطق شفتاك الجميلتان بكلمة واحدة. لو كنا في زمان ومكان مختلفين كان لي معك شأن آخر. لكن ما الذي قصدته بغرفة الحياة؟
سأجد لك مخرجا من هذا السجن. حقا؟ ولكن كيف؟ تهربين؟ لا تقلقي، سأتدبر الأمر، سيكون هروبا عاديا. إلى أين؟ إلى بلاد العرب، أقصد إلى بلادنا التي احتلها العرب. قيل لي بأنك تتقنين اللغة العربية، تنشدين قصائدهم، تعزفين موسيقاهم، وترقصين رقصهم. نعم. سأرسلك إلى مرسية، إلى أحد الرجال هناك، القائد مارتل، تصغين لأوامره وتنفذين ما يقول. هذا الجمال قادر على فعل أشياء كثيرة. ثم ماذا؟ ثم تعودين إلينا فنصفح عنك ونفتخر بك، وقد ساعدت في استرداد بلادنا من العرب. ثلاثة رجال الذين قتلتهم، ألم تقولي بأنهم يستحقون الموت؟ أفلا تستحقين الحياة؟ سأرسل معك من يعينك على أداء مهمتك، ممن يتقنون لغة العرب وفنونهم ويعرفون طباعهم. سيكون على هيئة عبيد وجواري، لكنهم مدربين على القتال. سيحرسونك جيدا ويحمونك من أي خطر، ويحرصون أيضا على ألا تهربي. وكيف أجد القائد مارتل؟ هو من سيجدك. سأرسل معك مالا عظيما كي تسلمينه لمارتل. كنت أعيش حياة رتيبة قبل أن أدخل الحبس، أغني وأرقص صوتا وجسدا بلا روح، أطوف المدن، المدينة تلو الأخرى، وأجمع المال، لكني لم أكن أشعر أني على قيد الحياة. لم أكن أشعر أني أعيش لهدف أو غاية، فقد كنت أعيش كباقي المخلوقات، آكل وأشرب وأنام، وكأني أنتظر قدوم الموت. وحين أرسلوني إلى مرسية والتقيت بعلي بن عربي، شعرت لأول مرة أن قلبي ينبض بالحياة. لم أسافر قبل هذه المرة إلى بلاد العرب، لكني كنت أسمع عنهم الكثير من الأخبار. قيل لي إنهم مجموعة من الوحوش في هيئة بشر، يحتلون البلدان وينكلون بأهلها. وأنهم لا يقيمون وزنا للنساء، حتى نساؤهم لسنا سوى جواري وخادمات. لكني حين وصلتهم واختلطت بهم، علمت أن الحقيقة تغيب بين أوعية الرواة وتتقلب مع تقلب ألسنتهم.
هل تعرفين قراءة الطالع وكشف الغيب في خطوط اليد؟ لا. ما زالت الطريق طويلة، سأعلمك. فالعرب يطربون لقراءة الطالع. قلت للوجدان أن يخلف الظلام. لابد للوجدان أن يخلف البرهان. لابد للوجدان أن يخلف البرهان. حلم؟ لا بد للوجدان أن يغلف البرهان. ما معنى هذا؟ Thank you.
قرأت مرة أن قيمة الإنسان تكمن في إحداث الفرق. كون، سندس، اذهبا وتبضعا حاجياتنا. أعتقد أنه مكان جيد للرقص، ما رأيك؟ كما تشائين. ويلك، ألم تجد كتابا تقرأه سوى كتاب الزنديق ابن العريف؟ توقف توقف، لماذا فعلت ذلك؟ لا 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 لا، على رسلك على رسلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا مزقت كتاب أخيك حتى يتوقف عن قراءة كتب الزنادقة؟ خاطبه باللين يا أخي، فإن الله حين أرسل موسى لفرعون أمره أن يكون لينا ويقول قولا لينا. بسم الله الرحمن الرحيم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. هداك الله يا جميل، هداك الله يا أخي. لأشكونك لقاضي المدينة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هداك الله يا جميل. لماذا مزقت الكتاب؟ لأن كاتبه زنديق ويدعو إلى الفتنة. ابن العريف زنديق؟ كيف هذا؟ لعل جميل يقصد دعوة ابن العريف إلى الخروج على الحاكم وبث الفوضى بين صفوف المسلمين، فقد كان، سامحه الله وغفر له، من أهل الوثائق، وكانت له إشارات غامضة وعبارات عن منازل الملحدين غير داحضة.
ووجدت له مقالات ردية واستنباطات مردية، ولكن هذا لا يبيح لك يا جميل أن تمزق كتاب الرجل. ما هكذا تورد الإبل. هداك الله، هداك الله. سامحك الله يا شيخ حامد، ابن العريف رحمه الله دعا إلى هذا؟ أتقول هذا وأنت من شيوخ مرسية وأعلمهم بالدين؟ إذن لماذا أمر الأمير بقتله؟ اعلم يا هذا أن ابن العريف رحمه الله أحد الأولياء العلماء المحدثين القراء المجودين، جمع بين العلم والعمل والفقه والزهد والورع والإيثار، من رجال الكمال، تقي زاهد بل إمام في الزهد، عارف محقق. كان العباد يجتمعون لسماع كلامه في العرفان، صاحب العلماء، درس على الشيوخ، فجاء كلامه موزونا بميزان الشريعة لا يحيد عنها ولا يخرج. أما قولك بأنه كان يدعو إلى الخروج على الحاكم، فهل قرأت رسائله إلى جماعة المريدين في قرطبة؟ ألم تسمع قوله بأن أشد أنواع الإنكار هو الإنكار على السلطان؟ كان رحمه الله يقول: السلطان حجة الله، ولا ينبغي أن ينكر عليه في شيء من قوله أو عمله إلا بشرط الستر والسر والرفق والعمل الكامل وسلامة النية، وألا يراد بهذا النصح إلا وجه الله وحده. قد أمرنا بتغريمه ثمن كتابين يشتريهما ويعتذر من غريمه اعتذارا مشهودا. سمعت أحدهم يقول: لا يبلغ المرء درجة الحقيقة حتى يشهد به 1000 صديق بأنه زنديق. أنصحك يا هذا بأن تستبدل هذه العمامة برأس حقيقي. صرفوا. شيخ حامد، أنا عاتب عليك يا شيخ حامد. هؤلاء الرجال من مريديك الذين يجتمعون في حلقات درسك. والله الذي لا إله إلا هو، أنا غير راض عما فعله، بل عنفته في السوق أمام الناس جميعا حين مزق الكتاب. ومع ذلك لا تقلق يا سيدي القاضي، سأتكلم معه في الموضوع وأحدثه وأتكلم معه وأحدثه حتى لا يعود إليه بإذن الله تعالى. ما قولك في ابن العريف يا شيخ حامد؟ أقول غفر الله لنا وله، غفر الله لنا وله، فقد صار في جوار ربه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألم أنهك يا ابن برجان عن الخوض في علم الكلام والفلسفة والمنطق؟ ألم يمنعك أولو الأمر عن علوم العقل والنظر؟ خذ خذ خذ. أقم الخيمة هناك. في الحال يا مولاتي. Thank you.
أردت ساعة الدرس. نور، نور. دعا يا مولاي، فمولاتي في شهر الولادة وتحتاج ساعات طويلة من النوم. خيرا إن شاء الله. الذي يحمل معه؟ ألا تعرفينه يا مولاتي؟ إنه صورة ياسين. صورة ياسين؟ تحلمين يا مولاتي؟ خيرا رأيتي. ذات الحلم قصائد الشعر، لابد أنك ستنجبين شاعرا يملأ صيته الأفاق. شاهدت رجلا في المنام يحملونه فوق الرؤوس، قيل لي إنه صورة ياسين. خيرا رأيتي يا مولاتي؟ خيرا إن شاء الله، خيرا. أين مولاك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا. السلام يا شيخ. أهلا. أعوذ بالله، العزة لله. شيخنا وبركتنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.
سرور؟ أريد منك أن تذهب إلى دار المدنيات وآتني بأربع راقصات ممن يوجدن الرقص ببراعة. في الحال يا مولاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اعلموا يا قوم أني قد نلت من هذا الرجل ومزقت كتابه دون وجه حق، وها أنا أطلب العفو منه أمامكم. قد غفرت لك. هل تأذن لي بالحديث يا أخي؟ قل لي يا شيخ حامد، قل. هل تعلم أن صاحب هذا الكتاب يقول إن أصول الاستدلال ستة والعياذ بالله؟ قد جعل مع كتاب الله وسنة رسوله أربعة أصول أخرى، منها النظر الصحيح وما ثبت عن أهل البصائر. فهل ترضى؟ أنت المسلم المؤمن، هل ترضى؟ أما من غيرة على ديننا؟ أنت لقد سمعت رجلا في السوق يقول لرجل إنك ستدخل النار، والله لا يشرك في حكمه أحدا ولا يطلع على علمه أحدا، فما أدراه أن صديقه سيدخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لعل الرجل يتصدق بالخفاء، لعله أكثر حظاً عند الله من صاحبه. بعض الناس ينصب نفسه وصياً على الدين، وفي هذا ضلال كبير.